هلا وش اخباركم يا مسي مقال صديقاتي طول اليوم. وقبل ما نبدا تنسوا اللايك والسبسكرايب. يلا نبدا المقال. اول مقلب بسويه بغزال، هي كذا مسوي لي مقالب. جبت بالونه حطيت فيها ماي بفجرها عليها هي نايمه. هي نايمه بغرفه شفا. يلا يلا ادخل ان شاء الله يضبط. اول شيء بحط الكرون فليكس هني، بعدين بحط الملح والفلفل، بعدين بياكلوه بيحترقوه. يلا الحين بحط حليب، الحين اهم شيء الفلفل والملح. يلا بحط الفلفل، بملي فلفل اسود، الحين بحط ملح، وحطت وايد ملح كيف. الحين بخلطه، جهزت المقلب. حمولاني صديقاتي، ريم غزل تعالوا، ريم غزل تعالوا. يلا ها حقش. شكرا شفا. عفوا. يلا كلوا. ما حبيت الكرنفليكس؟ ما بالكرنفليكس؟ شو سويت الكرنفليكس؟ حطيت ملح وفلفل. الحمد لله ضبط المقلب، يروح ياكله انا باكله. مقلبة جنية. حمل البسة بروح عندهم بخوفهم. يلا حمل البسة. يلا البسة. شش. يا مقلع يخوف. يلا حمل البس هذا. يا مقلع يخوف. واو. يلا روح اخوفهم. الحين بسوي مقلب كيك بوكس بالطماطم. جبت طماطم وشوكليت. اوكي بغمس الطماطم بالشوكليت وبحط سبرينكلز، بعدين بحسبه كيك بوكس. يلا اوكي حنغمسها في الشوكليت. واو اوه اوكي شوفوا كأنه كيك بوكس. واو يلا حنسوي الثاني. يشبه كيك بوبس واحد كأنه كيك بوبس سوى طماطم. او ماي جاد واو بوبس. الحين بروح اعطيهم اياه. بس هو مقلب. هم الحين في الحديقه يلعبون. بعطيهم الكيك بوبس. يلا
سويت لكم كيك بوكس. اكيد مقلب. لا مش مقلب. اوكي. شوف كيف دخل مسمار داخل اصبعي. بنزل تحت عندهم بصرخ بعدين بخوفهم. يلا شباب يلا. مشى عليهم المقلب. يس الحمد لله طلع مقلب. شفتيه؟ هو يخوف. اسف غزل سويت تحدي تذوق فواكه في مقلب؟ لا اول شيء لازم تطلع عينك. اوكي تشوفين شيء؟ لا ما تقدر؟ متأكدة. حرق كم؟ صفر. اوكي يلا يلا كلي. اي فاكهة؟ كومدرة. صح. اوكي الحين يلا هاي فاكهة. يلا ها شو تفاح. صح. الحين مش احلى فاكهة. اوكي رئة. فلفل. سويت لي مقلب ثاني. بس يا شباب نرجع لسه المقالب. وبس هاجي بدي ان شاء الله اجيبكم مع السلامه. باي. نحبكم. بس سامحونا على المقالب. اوكي اوكي اكيد اكيد. يلا اسفين. باي باي باي.